الصويرة. حصل اي سيد عمار على خيمة الصويرة هواي باعها كلها. روح خيمة الصويرة. روح خيمة الصويرة كورونا. اي كورونا التعليمات كل العراق احنا رجعنا تعاونكم يكون عن طريق الاتي. اولا يجب اخلاء الخيمه من افرادها. نقوم بسعصكم واحدا تلو الاخر. سنقوم بعمل جولات اخرى وسنعطيكم جدول يوم الملاحظه الاولى. نرجو من الشخص الذي نشك فيه انه يذهب مع موظف صحه الرصافه لفحص تحليل بي سي ار. الملاحظه الثانيه على اي شخص يشك لديه الاعراض توجه لمركز الشهداء التحرير اللي هي مركز رقم 2 جوا النصر. حسن درجه الحراره وقحنات في نحول عام يستمر لمدة أكثر من أسبوع إلى 10 أيام. وفي الحالة الشخص لازم يسوي تحليل بي سي آر. هذا التحليل راح يبين إن الشخص حامل للمرض أو لا. تفضل من نعمة. خش مبادرة. خش مبادرة. الله يحمي العراقيين إن شاء الله.